أموت زي الأطفال. ساحت على وجهه في كان في البلوزة، عرفت إنه محمود أخويا. أنا صرت أصرخ دم دم دم. لو يرجع الزمن لورا بخلي أخوي وأبوي جنبي. لسه أشوف بابا، لسه أشوف ماما، لسه أشوف أخواتي. أبا أنا بدي أموت. يوم الاثنين 10/5 ما كناش عارفين انه بدي يصير تصعيد، كنا من نفطر صرنا رنع والدي ما يردش، الخط مشغولي. خالي اجا وحكى لنا الاثنين استشهدوا، اجانا خبر والدي قبل محمد اخوي. نزور قبر اخوي وابوي يعني كل اسبوع، لانه في عنا دراسه، والدي كان يوصينا في العلم كمان، فكل اسبوع يعني يوم الجمعة والسبت بكون عندنا إجازة، اليومين هذول بنروحهم في الأسبوع. لما نكون قاعدين يقول لنا يلا روحوا جيبوا غرضكم وأدرسكم. لما نجع هذا الأرض يعلمنا كيف نزرع، لما نسقي كان يحط لنا الأغراض ويقول لنا انتوا اسقوا نشوف كيف بدكم تسقوا. أنا حسيت حالي كبرت، يعني أنا سني 13 سنة، حسيت حالي أبو 19 سنة لما والدي وأخوي استشهدوا في الشهادة مع أخوتي الصغار. لو يرجع الزمن لورا بخلي أخوي وأبوي جنبي. في الواقع التشخيص الأكثر شيوعاً بعد الحروب هو الصدمة النفسية أو اضطراب ما بعد الخبرة أو يسمى PTSD. المفارقة العجيبة في قطاع غزة، لا يوجد حاجة اسمها PTSD بوست بعد غزة، تعيش بشكل مستمر صدمة نفسية منذ 48 وحتى الآن. بس فيك يا عمي الجلال والجمال، ما تخفيش يا عمي، ما تخفيش ما تخفيش سرعة تعال يا رب، والهنا ما تخافيش عمري، ما تخافيش ما تخافيش سرعة، تعال يا خبز سرعة، يا خبز سرعة، ماما ماما سبيني. كان القصف بالفعل موجود داخل بيتنا. والدي كان في هاي اللحظة ملقى على الأرض من شدة الضربة، يعني من شدة القصف اللي صار. للحظة فكرنا إنه شهيد، إنه ما بتحرك ما بتكلم. أنا صرت أصرخ دم دم دم. اللي هي السما حكت لي تعالوا، وحملتني ورحنا على الدرج، قلت لها حيقصفونا، حكت لي لا مش حيقصفونا. وتوقعت إنه أنا كمان ما أنزل من البرج، إنه بما إنه خلص القصف صار أعنف وأعنف. قررت بهاي اللحظة إنه أنا أسلم أمري لله وإني أفتح تلفوني بحيث إنه أنا لو ما طلعت من هان يكون في فيديو دليل على إنه هان كان في ناس. صرخ ماما ماما، بس ماما كانت يعني لسه مش جاية بالدار.
اخذت اختي حاولت اني انا اقطع فيها الشارع انه بس ابعد عن القصف، ما لحقت اعدي من البوابه انقصفت. انا هان انعدم الامل تماما انه اهلي ينزلوا اهلي يطلعوا اشوفهم عايشين. حاولت اني اتمالك اعصابي، لوهله فقدت اعصابي بعدين تمالكتها لما حسيت انه انا حكون كل شيء لاختي بعد هيك. أنا من الأول من بداية أحداث الشيخ جراح ومن بداية أحداث باب العمود كنت متواصل مع متابعيني بشكل يومي بشكل دوري إنه أنا أنزلهم كل إشي بيصير هناك. فلما صار الحدث معي أنا صراحة ما كنت متوقع أصلاً إنه أنا يصير معي حدث، مجرد إنه كنت أقولهم وين القصف بيصير، فجأة لحالي بنزل أنا انقصفت، إنه شوفوا يعني كمان كان المنظر بشع من أبشع مناظر الحرب. ورجيته للعالم، بدأ ياخذ صدى كبير، بدأت الناس تعرف إيش يعني اللي بيصير في قطاع غزة. يعني أنا لحتى الآن أقسم بالله مش مصدقة، يعني بك بطلع في محمد وأنا مش مصدقة إنه محمد لحتى الآن ما بيشوفش. أجيت له حسوك أجيب باباي وأنا مروح جريت نزل على الصاروخ ودينا على المستشفى. أنا لما نزل الصاروخ كان محمد قدامي مش معايا، فجأة طلعت حوالي ما لقيتش محمد، لقيت دم ودخان وناس على الأرض. صرخ يقول محمد 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 معي، صار الناس يقولوا لي مين محمد، قلت له محمد ابني محمد ابني معي. أول ما رحنا على المستشفى غادت أنا يعني كثر المنظر اللي شفته أنا من الدم وما صدقتش إن محمد يعني عايش. كيف عرفت إن محمد في الغرفة هذه؟ من الصندل تبع محمد اللي شريته له، كان واقع فردة على باب الغرف، ظل يصرخ في الليل وبحس انه بظل يتخيل يعني القصف، بخاف يقعد لحاله، بخاف يروح على مكان لحاله. انا قلت اروح على المدرسه وبلس الحرف وبعد والله بغلبني، لسه مش متاقلم لسه غلبني. حتى المدرسين رحت اسال عنهم هم بيقول يمكن محمد نرجع نعيده السنة الصف أول عشان لسه مش متأقلم عليه. لسا أشوف بابا، لسا أشوف ماما، لسا أشوف أخواتي، لسا أشوف زي أول ولا أرجع لأصحابي. بناتي ينجحن وأجوز أولادي وأجوز بناتي، الفرحة بتخشش قلبي، خلص طفت الفرحة في حياتي. أنا كنت أتمنى يعني محمد ياخذ عين من عيني، أتمنى إنه محمد يرجع يشوف. هناك بعض الأعراض على المستوى المعرفي، يصبح الأطفال ليس لديهم قدرة على التركيز في دراستهم، مشتتين، سرحان لأنه يفكر طول الوقت تفكيره بالحدث الصادم، لذلك تجد كثير من الأطفال يتراجع مستواهم الدراسي بشكل واضح بعد الصدمة. هناك أيضا على المستوى العاطفي يصبح الطفل خائف، قلق، لا يستطيع النوم لوحده. أثر فينا بشكل كبير حدث فقدان، حدث أثر في أرواحنا وفي نفسياتنا، خصوصا أنه محمود كان باستمرار بشكل حالة داعمة للأسرة في مساعدة أمه، في مساعدتي، في مساعدة إخوانه، وكان هو بجهز حاله لاستقبال العيد. فخرج من البيت بعد آخر يوم إفطار له في شهر رمضان بحيث إنه هو يقص شعره ويتجهز للعيد. يعني قبل استشهاد محمود بأيام توجه إلى السوق برفقة أخوه أحمد مع الأم طبعاً، وتم تجهيز ملابس العيد بشكل كامل، هذا طقمه اللي هو اختاره بنفسه بحيث انه هو يعني يلبسه في العيد. فهذا بنطلون الجينز. صوت الانفجار وسقوط
كثيف للشظايا على السقف المعدني لبيتنا، استشعرت بأنه في انفجار قريب، فبادرت أنا ووديع أخوه الأكبر بالتوجه استدراكاً منا أنه ابني موجود خارج البيت في صالون الحلاقة. فجأة لقيت شاب يعني طفل صغير على الأرض، صرت حاولت أن أنقذه أشوف مين هو، كان في إيده الجوال فبالصدفة سحل. أنا لما مسكت الجوال عرفت أنه جوال محمود، ساحت على وجهه كان في البلوزة، عرفت أنه محمود أخوي. كانت هوايته صعبة والمنظر ساعة إصابته يعني كان بيشرح نفسه من نفسه، يعني قد ما أنا بدي أحكي لك وقد ما بدي أشرح لك مش راح أعطيك المشهد الكامل. بدي أشرب كاسة مي، ما كنتش مستعد إني أقف أجيبها، محمود هيجيبها، محمود ودي. فبعد ما استشهد محمود حسيت في الفراغ هذا كله، حسيت في محمود وإيش كان محمود وفراغ محمود. هذه الكرة بتاعت أخوي محمود كنا نلعب فيها إحنا أولاد الحارة. نبقى مع بعض، وكل ما يسوي شيء يقول لي تعال معايا، وكنا يعني لما تبعت لي مرة عمي أنا أو محمود نشتري لهم، محمود يروح قبله ويرد عليها. كان كل الناس يحبوه ويعزوه.